هنبتدي حلقتنا النهاردة بتذكر شخصية مهمة جدا في العالم العربي، شخصية علاقتها بشهر ديسمبر هو أنها أسست واحد من أهم الاتحادات اللي موجودة في العصر الحديث، وهو اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو الرئيس العربي أو الزعيم العربي اللي اتولد في 1918، والنهاردة أو في هذا العام بتحين مئويته. إحياء ذكرى الشيخ زايد الحقيقة مش مفيش مجهود لتذكر أعماله، لأنه أعماله واضحة جدا ولا تنسى، ومش بس موجودة في دولة الإمارات إنما موجودة في العالم العربي، لا خليني أقول هي امتدت لخارج العالم العربي. خليني ألخص رؤيتي المركزة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه ويحسن إليه. هذا الرجل كان رؤيته وخيره وإنسانيته ومحبته ما كانتش محصورة بس لأبناء بلده دولة الإمارات العربية المتحدة، وده أي حد بيسافر كتير في الوطن العربي يقدر يلمسه. يعني لو رحت المغرب هتلاقيه عامل مشروع كبير هناك، لو رحت اليمن هتلاقيه عامل مشروع كبير هناك، لو جيت مصر هتلاقي مشاريع موجودة هنا. هو وقرنته الشيخة فاطمة، هي اللي يتتبع مسيرة هذا الزعيم الراحل يعرف يعني إيه بلد أو مجد يبنى على الخير والإنسانية والمحبة. من يوم ما قرر أنه السبع إمارات يتحدوا ويكونوا كيان مهم، كان في قرار باين دلوقتي في اللحظة دي أنه أبناء بلده يكونوا من الأكثر تعليما، من الأكثر محبة للآخرين، من الأكثر احتراما لثقافتهم وانفتاحا على الثقافات الأخرى. أنا بتكلم على شعب الإمارات وهو من أطيب الشعوب العربية على الإطلاق. تحية لزايد اللي في 73 لما كانت مصر على أعتاب حرب مع إسرائيل، وميزان القوة العسكري بالتأكيد كان لأمريكا والإسرائيل، يومها قال المقولة الشهيرة لما منع تصدير البترول للعالم، وكان في موقف كبير جدا في أوبك منظمة البترول العالمية، لما قال احنا هنمنع تصدير البترول العربي كله، استغنى عن مئات الملايين من الدولارات وقال مقولة شهيرة، مقولة أنا بس عايزة أبقى مهتمة إنه مش بس إنه إحنا وأبائنا اللي نبقى حافظينها، كمان الأجيال الصغيرة تبقى حافظاها. هذا الرجل في يوم من الأيام لما لقى مصر بتحارب على الجبهة قال دي مش حرب مصر بس، دي حرب العالم العربي، وهنا صك عبارة شهيرة جدا قال فيها إنه البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. أوقفوا تصدير البترول، وده كان عن طريق وزير البترول آنذاك دكتور مانع سعيد العتيبة، ده كان وزير البترول في ذلك الوقت. هذا الرجل سيرته خالدة بأفعاله ومحبته ومئويته مش بس الإمارات اللي بتحتفل بيها، إنما كل إنسان يقدر العمل الطيب والإنسان الطيب.